مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحة وعافية. مثل ما تشوفون اليوم المنظر كلش حلو على ميز المطبخ. جهزة من الصبح الدجاج سلقناه ويا التوابل، كلش طعمه طيب صار وريحته طيبة. وسلقت بوتيتا وجهزت العدة السفرة. اليوم راح نطلع نتغدى بالحديقة. تدرون اليوم سبت، عندنا عطلة، يوم الاحد ما نطلع من البيت، نبقى بالبيت على مود يكملون دراستهم. اجهز لهم اكل ليوم الاثنين، لهذا نطلع بس يوم السبت. وصلنا هاي المكان، الحمد لله والشكر لقينا لنا ميز. كل مرة ناخذ ميز سفري من عندنا من البيت، ومع ذلك الميز السفري بالسيارة بقينا، لأن اليوم لقينا ميز. هاي الميز وهذا المنقل مثل ما تشوفون، المكان كلش حلوة، كلها عوائل يعني مخصصين أماكن يعني للتغسيل للصلاة موجودة بهاي المكان. يعني محلات يبيعوا لكم يعني شغلات إذا أنتم ما جايبين من البيت. الخلطة مالت الدجاج اللي راح نسوي بيها ندهن بيها الدجاج عبارة عن بهارات مشكلة. ضفت ويا البهارات كاتشب ولبن ومعجون وزيت زيتون. بس البهارات راح اقول لكم اياها: بابريكا حارة، وفلفل احمر بارد، فلفل اسود، كركم، وكاري، وملح. هاي البهارات مالت الخلطة مالت الدجاج، تنطي طعم كلش طيب. الدجاج بالازقرة اليوم راح نسويه بالازقرة، كل مرة انا على المنقل مباشرة، لان المنقل مالنا بشبكة، بس اليوم عجبني اسويه بالازقرة. صفطت الدجاج كامل ودهناه بالصوص مال اللي سويناه من البيت، وراح نخليه على الفحم على نار هادئة. جيت هنا اطبخ الرز او التمن، ماخذه وياي قنينه من البيت غاز. انتم شو تسمونه القنينه؟ نحن نسميها قنينه غاز، بس انتم ما ادري شو تسمونه، اكتبوا لنا بالتعليقات يا ريت. اللحم على مود اني اسوي كباب، وقلت راح اسوي كباب او كفته. كفته من التركيه مثل شلون الامبرجر بس حجمه صغير. اشوف لا عجبهم، قالوا لا ماما خلي نسوي ويا الرز، كلش طعمه طيب. قلت لهم نسيت اجيبكم فلفل اسود، بس جايبه ملح وياي، لان تدرون الخلطه سويناها داخل البيت، بعد ما يحتاج اخذ معايا بهارات. قالوا يلا ما يخالف. قلت لهم هناك سالوا عندكم فلفل اسود؟ قالوا والله ما جايبين ويانا. ما هالقد نحن نحب التوابل بالاكل، نحن العراقيين لازم نحب التوابل بالاكل. الفلفل الاسود هو طبعا كل شيء. وقلينا اللحم، قليت وكملته وضفت وياه الرز. الرز نقعته مع ما وصلت راسا نقعته، لان يعني تدرون هذا نوعية الرز او التمن تحب النقع. وراح نخلطهم سوية ونضيف الملح. انا يعني الملح على طول اخذه وياي، بس الملح، بس باقي التوابل يعني من اسوي خلطة بالبيت بعد ما اخذ التوابل وياي. ونسيت اني هم اجيب ويا الستاند مالت الموبايل، ظل الموبايل بيدي وبايد اطبخ، مرات بنتي تساعدني. ضفت الماي للرز وراح نتركه يتهدى على راحته. ضفت الماي اكثر من الرز، الرز جبت كوبين، ضفت ماي كوبين ونص. وطبعا الهداية جبتها وياي مالت الرز، كل مرة انساها. الزعفران نقعته من البيت وجبته وياي، مرات انقعوا بالثلج ومرات انقعوا بماي دافي، بس من هالمره من نقعته بماي دافي ما ذب لون قوي، بس هذيك المره من نقعته بالثلج ذب ماي هوايه، يعني لون كلش حلو صار احلى من هالمره. تعلمت بعد قبل ما انقع بماي دافي انقع على طول اجيب ثلج من الفريز واخلي ويا الزعفران، يصير طعمه كلش طيب ويذب لون كثير. هذا الزعفران مشتريته انا هنا من تركيا، اكوش منطقة بس هي تزرع الزعفران وهم يبيعوه، يعني بس طعمه كلش طيب وريحته طيبة. وهنا خلصنا طبخ الرز وضفنا الزعفران مثل ما شفتم، والتمن يتهدى وراح نبدي نصب الاكل. وعندنا الدجاج هنا انشوى وكمل، صار شكله كلش حلو وريحته كلش طيبة. تمنيتكم ويانا وتجربون هذا الاكل، والمكان كلش حلو. انا ما قدرت اصوركم المنظر لان تدرون كلتنا عوائل قاعدة. إن شاء الله يعجبكم، إذا عجبكم لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى تصلكم وصفاتنا الجديدة. إن شاء الله أترككم في أمان الله، مع السلامة. جنطي يمك انطيها أنا شو عليها.